قريت من بعض الصحف، تم نشر بأحد الصحف أن عن قيام وزارة الأشغال العامة بالتعاقد مع مقاولين محددين مقابل عمولات يحصل عليها بعض القياديين. طبعا هذا الخبر غير صحيح. وزارة الأشغال العامة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتعاقد مع مقاولين. هذا عمل أصيل للجنة المناقصات المركزية، هي الجهة الرسمية وصاحبة الولاية في ترسية المناقصات. وأشارت هذه الصحيفة أن ضبط أحد القياديين المتورطين بأخذ العمولات، تم تحويل ملفه بالكامل إلى معالي وزير الأشغال بوصف وكيل وزارة الأشغال العامة. أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا.